السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. رايحين اليوم اليلستون، بنروح نشوف البركان هناك. طبعا اليلستون هنا عندنا في بركان خامل، خامل يسمونه ولا خامد، انت بعد جيولوجي يعني. الاثنين نفس الشيء ها؟ المهم الاثنين نفس الشيء. لا يمكن يعني مسافة طويلة، سنين راحت من زمان. المهم راقة محطونة كبيرة عشان انك ما تدري اصلا كذب ولا كذا، ما تدري يعني. هذا هم الجلود جاي كذا. في هناك بركان وفي زي المياه الكبريتية وفي ما ادري كيف مياه فيها الوان. اتوقع كان متابعني على طول في الفلوقات يتذكر اول في كذا مرة رحت محلات فيها مصور لحق الالوان دي تصير في المياه. وفي ماي يطشر كذا. ليش كذا يطشر؟ هذا البركان ولا شنو؟ حرارة يعني البركان حالة حركة البركان. يعني المهم ما بيكمل معاكم، انه بنروح حق البركان احنا وبنروح نسلم عليه، فخلوكم معانا. والله الفيديو ذا لازم يكون كله بس خضار. شو الخضار؟ الدنيا خضراء. خضوري. الدنيا هنا شلون خضرة، وشوف هنا شلون الصحراء. ما ادري تصحر انتوا تصحرون التصحر شلون انت. وصلنا الحين مدخل يولستون، ندفع حق الدخول. Hello, how are you today? Good, how are you? Good, welcome. التذكرة في أسبوع؟ اي يعني متى ما ترجع بعد أسبوع تطلع يمديك. طيب اللي يبي ياخذها ترى احنا بنجي اليوم بس وبنكنسل، ما نبي نجي. نبيعها على 10، احنا شارين 30. نبيعها ب 10. نوقف برا نفس ما دخلت انا في الملاهي ذاك. خمسة. انا الحين اسكر. يقول لك يا طول العمر، انا الحين ما ادري وين احنا فيه بس دقيقة. سكبني يا خالد. اسكر كذا. شوف احنا خلنا نعرف احنا وين هنا في، احنا كتبنا خش نمبر 1 انه احنا هنا في. الحين هي قالت لك شوف هذا، ما قالت لك شوف هذا. احنا بنعرف زين وين هنا في اول شيء. الخريطه من هناك احنا جي. هذا بوزمان. طيب احنا دخلنا من هنا مع ايداهو. لا احنا من ليفينغستون. وين ليفينغستون؟ وين ليفينغستون؟ هذا ليفينغستون. ايوه دخلنا من هنا. هذا ليفينغستون هنا، بس احنا هنا الحين. هنا يقول لك انتبه ترى في بافلو هنا يتمشى. اي والله عاد معنا يمين كذا اذا تشاتك وشالك. الله الله والله حلو والله. شوف هذا اسمه شنو؟ وينه هذا؟ ما ادري شنو اسمه. حيوان اسمه. حيوان صح. الظاهر اسمه موس. هذا هذا هو الموس. بس مدينه كامله هنا ها. ايه في بوست اوفيس وفي محكمه. وشوف مطعم ده، هذا فيزيتر سنتر. بعد خلنا نروح لهم ولا مره. هذه ما ادري شنو قاعد تاكل. هذا اللي ما ادري شنو اقول صارت عليه انت يا اللي ما ادري شنو. ليش تقعدين تاكلين هنا؟ في بعد ما ادري شنو اثنين هناك. وين هناك اثنين جالسين ما ادري شنو. اي والله ما ادري شنو. قبل سنتين تقريبا صعدت من هنا. شفت مياه كبريتية بس ما ادري سالفه طلع كذا جاطر بالحاله. ولا جبريل بوبكات في الشارع يمشي. هي لا ينقز علينا. انا مو بشايف بشر هنا يمشي، ما في الا اثنين اللي نمشي هنا. انت بعد بسرعه تخاف الله يهدى. لو في بوبكات ما حط لك دري تنزل هذا. لا صفقوا ذي جو اثنين ورانا بعد. اضبط لك هذا الوضع. توقع يجيك بوبكات شو تسوي؟ والله بس اقول مع السلامه. تعال لا يا ذبحة عمي. عبد الله شلون ذي في كل مكان ها؟ والله هذيل هذا الصدق هذيل يا أخي جاد. شلون إيش فيهم؟ كل مكان يطلعون كل مكان يطلعون. عبد الله
اهم شيء تدل وين اروح انا عندي عندي اوكي انت اليوم القايد عندي ما جبنا الاوراق مني مني اوكي راح عبد الله سوي نفس ديلي شوف شلون يجلسون وهم يصورون راح اسوي انا الحركه يلا راح لأن شوف الحين هذيل يفوق يعني على الأقل حسيت إنه يعني أوكي هاي الصورة لأنه شوف شوي صاعد كذي فهمتك هذيك شنو قاعد تصور ما أدري بس خواجة راح صور يعني لكن شوف 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 المصور كيف شوف أيوة شنو يقول كل ما يحار وايد لا تلمس شوف تحتك مكتوب اه جرب ما يعرف ان السعوديين لازم يجربوا كذيب ما تاكد والسكالد يعني بيسوي فيك ما ادري شنو شيء بصبعك فثلاثه قاعد تلمس لا. عندك تامين والله عندي بس مالك القروح لين منك انا شوف عبد الله كلهم جو عرفتهم ذي اللي في كل مكان والله ما أعرف. تحس إنه ما أدري شلون صدق حتى مونتانا يعني إيش عندهم امتلت الدولة حقتهم ها إيش ذي البركان ذي ولا شلون ولا من الماء هذا الملح الماء اه. الله وصلنا هنا يوم نزلنا من السيارة أعطاني كلام عبد الله قال شوف ترى نحن نزلنا هنا بس ترى ما أدري شو نسوي هنا ما أدري شو اللي فيه هنا بس شوف الناس زحمة واقفين ونزلنا خلنا نستنى يطلع من الحمام ونشوف شو بيسوي وين بنروح زين هناك وين من يطلع من هناك بس مع الناس ها ها وين إحنا في الحين ورانا أحمد درب والله وين إحنا في الحين على الحمام وتذهم إحنا دخلنا مني You are here, okay. وين المكان؟ نروح قايسرز. هذا قايسر. لا يا أخوي في ما في سيارة؟ هذا كلهم قايسرز. ترى بسرعة مشينا ذي يعني أتوقع قريب. هذا أول واحد اسمه ما في اسم. أوكي اسمه ما في اسم يا جماعة. بدون اسم ذا. أذكر ما. هذا بس زي كذا شغلته طول سنين بس زي كذا الحين عمقه 8 امتار شلون قصوا دخلوا عادي دخلوا شيء اي والله شيء حطريله ولا شيء ممكن سبح داخل شوف يا عمي شم ريحته شوف يطلع فقاعات مياه كبريتية اوكي اي لا لا كل مياه كبريتية لها علاقة بش اسمه توقعيني بش اسمه يلا يا النفط يا جيولوجيا عطنا عندك بالنفط شنو؟ عندنا بالنفط ما هذا ما ندخل بالنفط بالجيولوجيا زين انت لازم تدرسونها جيولوجيا والله اختلف جيولوجيات كلها عندها صعبة مثالي ما شو دخلنا هناك بعد في اماكن ثانية هناك هذا كله مكان احمد هذا احنا في مكان البركان الحين يعني لو يطلع البركان الحين احنا انت رحت ما والله ايه يقول لك شفت بوزمن تمسح بوزمن كوره تمسح يعني احنا لو يطلع البركان علينا اللي هنا انا منحاش رايح بيوت يعني اسمع خبركم منحاش على طول ما يمديك لا انتوا بوزن ما يمديكم انتوا يمديكم احنا يمدينا تعرف شكل عندنا اسمع الصوت هذا كنا بعد شوي تش والله ايه في واحد شفته يسوي تش طير فوق بين فتره وفتره يعني يطشر ماي اسمع الصوت والله اي والله ودي يطلع الماي انطر ايوه قربت يلا ترى بنمشي والله 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 هذا لو حط لي بكبيته تحتاج مره ترى نازل لهنا تم فتره يمشي هنا هذا الماء اذا حطيت في ريلك شوفه معنا شوي ولا حطيت يدك
ولو جالس ننتظر من 2014 اخر مره طلع لا بس فريكوينت ماينر اوبشن يعني فريكوينت ماينر يعني ما لنا شغل فيه الحين احنا نبي يطلع بيطشر ليش جينا الجهه ليش ما خل نروح هذيك الجهه ها شيء عشان يبي يطشر علينا محمود مناظر لاحظت ان عندي مشكله في القيوم مو بمشكله اني باخر معي عبد الله شباب قام يتثاوب وكل شيء اللي شفته في الفيديو هذا المقاطع اللي قبل تايم لابس وبرضه ستيل ابي اصور زياده لانه يعني قبل شوي صورت الجهه قلت هذا سمح لنا من الارض يلا قلت سمح لنا اي حجر هنا وحاصه فوق مثل هنا قلت تايم لابس صور تايم لابس افتر جهه ثانيه يقول والله حتى هنا حلو اصور تايم لابس افتريت قلت هنا اصور ولا ما اصور هنا عاجبني اودي اصور تايم لابس للجهه بس لو اني اجلس وهنا اشوفك يعني والله لو اجي اصور تايم لابس للي نجلس نصور بس والله حلوين يعني جايين حق البركان بس السما حلوه لو اجلس معاكم على تصوير تايم لابس ما راح نخلص الله صار شوف هناك الجبال كيف ثلج عليها مغيوم من فوق شوي حلوه بعد تايم لابس ما عندك تزوم زوم لا بس تزوم تجي حلوه شوي بس والله شوف الدنيا كيف عبد الله تعال تحسنوا فاتحين سيفون هنا اسمع الصوت هنا في واحد مريت هنا سمعت الصوت يطلع اي والله في واحد كان اسمع الصوت والله الماي مال سباحه خوي نظيف ايش ماي سباحه تنزل فيه تبي والله ودي ما يصير بس تموت خوي انت تبي تسبح انت اهم شيء بس نظيف نظيف ها تصير شهيد السباحه استغفر والله ريحه جبريت كذي هذا متبطله نفس الريحه لا ده بس الاسم ما على الريحه والله ريحه كبريت لما تفتح نفس الريحه نفس الريحه عشان يعني انتم ما توصل لكم الريحه فلما تجيك تشم الريحه وين هذا وكبوس اللي كان يصور هذا الحين شوف الكبوس ذاك لابس بدله ناشونال جيوغرافيك لما يشوف ما تشوف الكاميرا اللينس مالها الكبار انا توقعت بيصور هلال رمضان اليوم رمضان قلت ما تسلمته طبعا الحين عندنا احنا الى الان شاكين بكره رمضان ولا مو برمضان فوقت ما تشوفون الفيديو هذا بتشوفون انتم بعد رمضان بس الاصل انه ما بعد نبدا رمضان احنا يمكن العيد شو ولا بعد سنجاب سنجاب شو سنجاب عوافي لا تصرف ما تصرف عليه ان شاء الله احنا هو يقشرها ولا قاعد ياكل ما بعد ياكل يعني الحين يقشر صدرنا شنو هي ياكل نفس دي بس يقشرها جارسها برجع لك وعلمني طعمها كيف عشان يمكن اعطي عبد الله خليك واقف ها يقول لك عبد الله خليك واقف ها شوي ونيي لك شنو وينه سوتي كاو وقف عبد الله تايم لابس هنا شفتوا انا والله بسوي لكم تايم لابس بسوي شلون الغيوم والله حلوه بس عبد الله ما براضي اللي ما يعرف التايم لابس لان ذيك المره سويتها تقريبا وسالتوني ايش معناتها التايم لابس اني اللي شفتوها الفيديوهات اللي قبل ان احط الكاميرا والغيوم تتحرك بسرعه تصير ساعه بدقيقه صح احنا نصور 10 دقائق في ثانيه صح نصور لها والله شد حيل البركان ما ادري والله واجد هنا شوف ايش كثرهم شد حيل البركان والله صدق شد حيل هذا ها شكله بيطشر هاي شوي لا يطشر ذي الجهه جاي لا يجي بده يطشر لا هذا الدخان جاي الجهه من الهواء بس هو لا فتحته على جنب شوف لو اخر الهواء فتحته على جنب هو عبد الله ترويشه هاوي في اخضر واصفر الوان يقول لك على هذا الالوان تبي تفلسف يلا انت بعد جيولوجي يلا لا هذا مو جيولوجي هذا ما ادري شنو كيمياء ما ادري شيء كذي شوف اسمح لنا ما ادري فيزياء ها
هذا يقول لك بطنك بالصوصه سكتها معمول، حط معمول خلاص. مو حلوه صح؟ في دعايه مصريه بعد دي؟ لا هذه دعايه سعوديه. بتصوصو ما يقولون بطنك بتصوصو سكتها معمول. دي الاكسنت مصري. طيب هناك طحالب ولا شلون الاخضر ده؟ والله ما. هذا شوف الشمس ريفلكت بس ما قاعد تسوي ريفلكت اللون الاخضر. شوف قام يفوق. هذا اللي يطشر. اخيرا شفناه. هذا الماي ما يوقف. ها؟ الماي ما يوقف. يبينا نجلس ننتظر يوقف ولا ما يوقف. اي والله ممكن صح. والله الخوي ما ادري ليش عاجبني ذا البركان كلش بصور فيه. ايش رايك فيه عبد الله؟ نروح نطل في الفوة هذا حقته اللي يطلع من البركان. ما تجي تطل معاي؟ لا اطل بروحي. بعد ما راح اقول لك ترى شو اللي شفت. لا تقول لي خلاص. شلون الجو؟ حلو بس تعب. والله ما بتعب الخوي قسم بالله. تعب شديد. لا والله ما بتعب. هي يبي لها شوي نحت شوي بس. صحة صح. صح. يعطيك العافية. صح عاطس والله. شوف ذا عهلات تنور ذا شفته؟ خبز تميس عليه. عشان على طول عقب الخبز تميس توفى. شو اسمه ذا؟ ثم رولز؟ هذا شنو السالفة؟ الماي تحت. أنا أعرف الماي تحت. حلو والحرارة عالية. وفي ستيم بوينتس. فيطلعون الستيم، هذا ما راح يطشر ماي، هذا بس ستيم بوينت. عبد الله؟ ها؟ ثلج هنا ما راح. احنا ما عندهم صيف لنا الحين. ما جرالهم صيف. توقع شهر واحد بس يذوب والله ما في صيف عندهم ذيلي، إلى الآن ثلج ثلج ومرتفع. أتوقع اللي تحت مال السنة اللي فاتت طلعوا الحين. يمكن يصير. لأنه مرتفع ترى مسافة سميكة. الحين يلاستون كبر ولاية كاملة. طيب الحين وين بنروح؟ الحين يعني يمكن نطلع منها نطلع من ولاية ثانية. ايه اوكي هي بايداهو ايه ومونتانا ومونتانا اكبرها بويومنج بويومنج لها ثلاث دخلات يعني احنا لو نكمل هنا ترى بننزل على لها دخلتين بويومنج ذا الجهة ايداهو ذا الجهة فاحنا لو نمشي الحين ان شاء الله نوصل للمكان في بنزين اهم شيء في تخيل انقطع علينا بنزين قاعد نمشي كذا لا ترى امها انا خليت بمبه زيادة عرفت عشان احنا دخلنا منين؟ دخلنا من مني. طيب نزلنا تحت وقفنا نورس بعدين لفينا يمين عند كانبريدج عندنا هنا بس هنا ما خروج هذا على مونتانا هنا خروج لا لا نمشي كذي يعني لا ما الامه داعي نرجع هنا فيشنج ما رحنا لها نروح فيشنج بريدج ايوه بعدين نروح جراند فيليج هذا بعدين اولد فيثفل بعدين ماديسون بعدين نرجع اوكي وقف ماديسون اخر وقفه ايوه بعدين نكمل خلاص في اشياء ثانيه بس ما لهم داعي وايد خلاص لان اصلا اللي بيخلص ده كله لازم اسبوع ايه لازم يطول لانهم معطين التيكت يلوستون ليك وله كبير لانهم اصلا التيكت اللي بدخل معطينا اياها لاسبوع كامل لنا قلنا لهم يوم وصل ايه طلعت ما... هو اليلوستون ده كله يبعد عنه تقريبا نص ساعه من بوزمان ساعه ونص ساعة ونص من وين؟ من ليفينغستون صح نص ساعة. اه. من هنا ساعة ونص، اوكي. يعني نقدر نجيها أي وقت ثاني. ترى اليلوستون ذي المنطقة يجونها من أنحاء العالم كلها، يعني مشهورة ذي اليلوستون لو أي شخص يبي يعرف أشياء عنها، تقريبا حتى ناشيونال جيوغرافي مسوين فيها أفلام وثائقية عن اليلوستون لحالها. اكتب بس في اليوتيوب عن قابة اليلوستون راح تشوف فيديوهات، راح تشوف أشياء حيوانات كثيرة فيها مثل ذي الحيوانات الحين. ما ادري هل تبين من هنا اصوب اصوب هذه الحيوانات دي كلها موجوده في اليالستون يعني فيها دببه فيها الك فيها بافلو فيها شنو كل موجودين هذا كبر السياره اي هذا واجهته بس كبر اكبر من وجهه الجمس اللي عندنا فيها ذيابه فيها كل شيء الغابه دي معروفه فاللي يبي كل واحد منهم جايب هذا مال الدببه سطوطو في سبراي يبيعونه هنا عشان لو يطلع عليك دب لان ما بمحميه هنا يعني الحيوانات دي لو كلهم موجودين برا يمشون عندك عادي الله خلينا نروح هذا
وتاور روزلفلت عن كانيون فيلج. هذا احنا انا كانيون فيلج لما نشوف النهر هذا. طيب نروح له شوي. المكان اللي احنا فيه مستحيل نقدر نخلصه في يوم، لكن نحاول نروح الاشياء المهمه وبس. خلنا ننزل ناكل الحين، ترى من الصباح لين الحين ما اكلنا شيء، ونكمل بعدين. قوي ما عندهم صيف والله ذيلي. شوف الثلج لين فوق. هذا اللي لعب في الزباله اليوم نفس النوعيه ذي. لا عادي عادي. شو 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 ولا كنا شايف احد. الحمد لله رب العالمين، تغدينا. تبي نشتري شيء هنا بالسور؟ ذكرى والله حلو. عبد الله السير هذا مو زين. ليش مو زين؟ مو زين وانت جاعان. شوف تحس انك كشخ، بس انا من اول كشخ. قوم قوم بس شوف الكيس دي حلوه. سيارة ذكرى. ما أدري ذكرى عبد الله السل ذكرى شيء من كان. شبكة حقتكم كلش هنا. تخيلوا القابة ذي كبيرة ما فيها شبكة عادة كذا، وسنوب برضيانز شوي كلهم ذي اللي معلقين. إحنا ما نبي تجربة، زهقنا وإحنا نجرب في القهوة ونرميهم بعدين. هذا مجسم للبافلو ذا، شوفوا راسه ايش كبر. لو يمزح يمكن يقلب السيارة. شو المزح هذا عبد الله؟ إذا عبد الله كذا تشوفونه ومزح دافش، شلون هو ذا؟ هذا ناشونال جيوغرافيك. كل بارك بأمريكا، كل بارك. أوكي. كل ناشونال بارك. هذا يوزمايت، هذا بكاليفورنيا. يقولون عنه حلو. يلا بس عبد الله اسرع، حن يوقف الشلال. تدري مقرودين احنا، تروح هناك شوي يمكن نوقف. خلاص نسمع صوت شلال هنا بس ما نشوفه لان هنا. اسمع صوت، هذا صوت الماي من هنا، هذا الماي. بس هنا شوفوه، شوف المسافه كيف تحت. الحين ديري يطلعون هنا بس ما اشوف شيء انا، ما ادري شو يطلعون. شو يشوفون هنا؟ بسم الله. شوفوا 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 كيف هنا. والله الحق ده الواحد يجي كزه من هنا خلاص، ما من شافه ولا من درى. شنو؟ اوه من ذي الجهه، ما انتبهت له والله. شوف الصينيين كيف يصورون هنا، ما ادري صينيين ما ادري يابانيين. جايين حملة كاملة هنا. هنا ما في شيء بس يصورون بعد، ما ادري ليش. شو هذا يصور هنا بس ما ادري شنو. بالجهة انا اعلمك، اذا جيت معاي يطلع اشياء جديده. انا اللي موديك مو انت اللي موديني صح؟ بس تطلع اشياء. شوف انت الاشياء اللي رحتك مرتين جيت ما جيت هنا، يوم جيت معاي شفت طلعت اشياء جديده. قل له قل ما تقدر تتكلم. اوكي عارف انا ما تقدر تقول شيء. انا جيت سريع ومشيت سريع، انا جبتك بطيء ومشيتك بطيء. ايه انت بطيء. يعني نجي سريع ونمشي سريع ودافعين 30 دولار. 30 دولار دافعين والله. 30 30 دولار 30 دولار لمدة اسبوع، نجي بسرعة ونمشي بسرعة مرة واحدة. الله الله الله. هم معطينك مدة اسبوع لان يدرون 30 دولار قليل على يوم، فمعطينك اسبوع. نجي بسرعة ونمشي نطلع برا الحين نبيعها قبل ما يخشون ديلي. نبيعها من الباب نقول لهم على 10 اخذوها. الحين كم تتوقع خلصت من اليلوستون ذي؟ بس ربع يمكن. وصلنا ربع يعني كويس يعني قليل بس يعني كذا.
احنا من مشينا من الشقة هناك 8:30 9 تقريبا، الحين 4:30، لان اكثر شيء اصلا يجون هنا اي ما يجون يوم واحد. اذكر قصص يتكلمون عندنا هنا في المنطقة الامريكان في بوزمان، ان في ناس يجون من فرنسا، يجون من استراليا، يجون هنا يسكنون هنا اسبوع اسبوعين في نفس اليالستون، يفرون الغابة كلها بس يرجعون مرة ثانية دولتهم. لهم خلق ان يسوون ذا الشيء. انا اللي الحين كم سنة هنا، هذا مرة ثانية اجيها. المرة الاولى اصلا ما عديت حتى اول شارع، دخلت ورجعت مرة ثانية. المرة ذي شوي مشيت فيه، يعني مشيت الحين كم يعني فوق 6 ساعات. بس احنا ناس نمل بسرعة، الناس نمل بسرعة. ايه يعني شفنا خلاص متعودين على الطبيعة. احنا مملين يعني ولا نمل؟ لا لا احنا متعودين على الطبيعة. يعني السعودية والكويت شوف يعني ترى بعرين على اليمين صور كل مكان تلقى طاب ولو عج وبعر في وجهه. يعني الصينيين ديلي شوف منين جايين، هذا شغلتهم بس جايين هنا يصورون. شو هذا الشلال اللي قبل شوي شفتوه؟ هذا ينزل لهنا، بس ده بالعكس يمشي كذا، هذا يصعد يفتح. مو يمشي. ايه اجا من هنا، ما والله ما ادري، بس المهم انه هو الماي نفسي. يعني تروح يلستون ليك ونكمل. يلا نروح يلستون ليك، نروح يلستون ليك، يلا نروح اخر واحدة، مع انه والله تضيع الخريطة ذي، والله تضيع. يبا نطلع ليش ولا يلستون ليك؟ كيفك هذا المشاهدين كيف تبون نطول الفيديو ولا خلاص؟ يلستون ليك يلستون ليك يصورون للجهة، بس ما نشوف شيء احنا لنهين. شو يصورون؟ انت تشوف شيء يعني؟ لا بس هم متوجهين للجهة يصورون. لاحظت انا بس خلنا نصور معهم احنا، بس شوفوا هم يصورون كذا. اذا شفتوا شيء حلو اعطونا خبر. شوفوا والله شوف هذا لينس كبر راسي قاعد يصور فيه. والله شوفوا العدسة شو كبرها، بس ما ادري يصورون هنا. اوه شوف الدب هناك، شوف الدب، والله دبين بعد ما بدب واحد. خلي يجي لكم يقطعكم والله كلكم سناك عنده. والله بغينا نسقع شو البافلو البايسون واحد منهم. شو ايش كبر؟ ياك والله ياك الزلش. انتبه تبي تشوفها خوي؟ شوف نازل هلا ابو سماخ اقفل ياك بيخطر يا حليل. مين يصورونه؟ اهو جاي لهم. اوهو بيمشي وسط الشارع. يلا الحين فكك. خافوا هذين حاجة. ايش عندهم مسخرة؟ ركض. والله ركض. برا. هذه الان ثالث بافل نشوف. شوفوا هنا ما ادري بايسون ما ادري بافل، اتوقع يشبهون بعض او عيال عم اثنين. اتوقع ما راح نقدر نصور البحيره لان الكاميرا راح تطفي الحين وما جبت الباتري الثاني. ف مشكله اذا قدرنا نصورها بحطها لكم بعد نهايه الفلوق. ففي نهايه الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وان شاء الله الفيديو هذا عجبكم وتعليقاتكم تحت تهمني اقرا كل التعليق واحاول اني ارد على التعليق اللي اشوفه يستاهل اني ارد عليه. السلام عليكم. قررنا ما نروح البحيره لان الحين لنا 10 دقائق واحنا نمشي ما وصلنا لها. نرجع ان شاء الله نطلع الحين الساعه كم؟ الساعه 4:30 الحين. ان شاء الله نقدر نطلع من اليلوستون هذا بالساعه 7، بس انتظرونا في الوقت ثاني. السلام عليكم. والله بيضبون سيارة المخابير. عندك تأمين؟ ها؟ ترى جهنا أبعد وين أروح؟ أنا حاجز ندخل في البسيطة لا تدش فيه.